السلام عليكم، ازيكم؟ انا بعمل الفيديو ده ما بين الشوط الثاني وما بين الشوط الاضافيه بتاعت ريال مدريد وتشيلسي. انت عارف ايه اللي ريال مدريد بيهببه ده؟ انت كسبان 3-1 هناك، انت مغلوب دلوقتي 3-1 برضه، فيعني خلينا نشوف هيحصل ايه. النهارده هنجرب اجدد واغرب نوع كنافه موجود خصوصا عند العبد، يعني هو اول واحد تقريبا شفته عمل القصه دي. العبد السنه دي عامل الكنافه بشكل مختلف كده شويه، عامل كنافه اسمها كنافه كون، منزلها بثلاث اطعمه، نازل منها كتكات ومانجا ولوتس، وجبت برضو بولة كنافة بالمانجا عشان نشوف هل الكنافة بالمانجا بتاعت ايطالي اللي جربناها الفيديو اللي فات احسن ولا بتاعت العبد هتبقى برضو حلوة. دي ده شكلها، هي عاملة زي الكون الايس كريم كده. دي اللوتس، لوتس كنافة كون، دي ب23 جنيه، هما كلهم 23 جنيه، يعني اي نوع. عاملة زي كنافة رول كده، من هنا في بسكوتة لوتس، في يعني صوص لوتس، واخدة حتة كده تحت يعني ايه شوكولاتة مرشوش عليها لوتس. بسم الله. عايز اقول لكم ان هي محشيه من جوه لوتس، محشيه من جوه كريمه لوتس. فكره حلوه جدا وفكره صايعه جدا. الكنافه كميتها مش كتير، هي عامله زي الرول كده، يا دوبك مكونينه عشان يحشوه لوتس. البتاع حرفيا محشيه لوتس. انا ما بحبش لوتس قوي، بس بصراحه يعني مكسها مع الكنافه كده وسقعه وبتاع جامده جدا. شكلها جامد جدا. ده الكون الكيت كات، محطوط شوكولاته كيت كات هنا من فوق. شوكولاته كتير من فوق، مفيش حاجه من تحت، فمش عارف يتاكل من فوق ولا من تحت. كات دارك كده، بصوا زي ما بقول لكم محشيه شوكولاته، شيء جامد. دي اجمد حاجه فيها بصراحه، دي احلى من لوتس. الكريمه اللي جوه دي كميتها حلوه جدا، حجمها اصلا وسط الكنافه جامد. الشوكولاته دي طعمها حلو برضو. اكتر حاجه عجباني في القصه دي ان الكنافه طعمها ما فيهوش سكر جامد، طعمها مش ضايع في القصه، لا انت تحس انك بتاكل الشوكولاته نفسها او البتاع نفسها مطعمه كده بشويه كنافه. ده تالت واخر كون، ده كون كنافه مانجا، شويه مانجا كده كتير من جوه، بتعرف فيها كريمه برضو. بصوا ملفوفه ازاي. بسم الله. هو في مشكله في المانجا، المانجا نفسها طعمها مش جامد قوي، في زي كريمه كده تحسها كريمه مدينها برضو طعم مانجا كده بتاع، عشان دي اكتر واحد فيها كريمه مانجا، طريه جدا كده من فوق طريه من تحت، مش زي اللي قبلهم. اللي قبلهم تحس ان فيه قطمه شوكولاته قطمه لوتس غريبة، مع اني كنت متوقع ان دي تطلع احسن واحدة فيهم، بس لا مش حلوة قوي. الكريمة دي ايه يعني، بتهيألي لو كانوا حطوا ايس كريم كانت تبقى احلى. هو طعمها قريب من الايس كريم الدريم اللي بتعمل في البيت، بس طعم المانجا مش احسن حاجة. اختراع لذيذ بصراحة، عجبني جدا، خصوصا الكيت كات. كيت كات احلاهم، يا ليها اللوتس يا ليها المانجا. فلو حد كان جربها يا ريت يشاركنا رايه تحت في الكومنتات، وخلينا برضو نجرب الكنافة بقى اللي بالمانجا عندهم. دي كوبايات كده عاملينها كنافة بالمانجا عثمانية، دي الصغيرة ب 25 جنيه. كنافة العثمانية اللي هي الكنافة اللي بتبقى كنافة متفتفتة كتير، بحيث انك تاكلها بمعلقة او تاكلها بشوكة حاجة زي كده، ومحطوط من فوق نفس الكريمة اللي كانت محطوطة في اللي قبلها، نفس المانجا وبتاع كده، في من الجنب هنا مانجا كريمة كنافة، بس حاسس كمية الكنافة كتير جدا، حاسسها ناشفة شوية. فخلينا ندوق. ما كانش في حاجة عندهم تاني اسمها كنافة بالمانجا، يعني هي دي بس اللي بيقدموها بأحجامها طبعا. يعني اي كلام اي كلام بجد. موضوع ان هم معتمدين على الكريمه ومدينها اصلا طعم مانجا، هي دي اللي تديك الطعم، حاجه مش حلوه خالص. المانجا يكود يكون مفيش يعني ولا نص مانجا حتى ولا اي حاجه، مانجا طعمها مش حلو. موضوع الكنافه الفتفته ده اللي هي الكنافه العثمانيه يعني شغاله، مش وحشه قوي، مش مخدومه خالص، يا دوبك لحسه مانجا هنا ولحسه هنا وقطعتين من فوق والباقي كله كنافه. حتى الكريمه اللي هم عاملينها عشان يعني تديك الطعم مش كتيره قوي. دي كانت تجربتي للكنافه الجديده من العبد السنه دي، الكنافه الكون. عرفته برضو ان اتوال نزلها بس بعديه، فيعني بتهيألي العبد سبقه في القصه دي ومنزلها بطعم واحد بس بالكريمه تقريبا. انا ما رضيتش اجيبها عشان الفيديو يبقى عن العبد بس، فمستني رايكم تحت في الكومنتات على الكنافه دي، وشكرا جدا ليكم، سلام.